شفنا الحوادث كما ذكرت انا في البيان الصحفي، شفنا الكوارث اللي راهي تحدث في طرقاتنا، خاصه احنا ركزنا على الخطوط الطويله. المؤسسه الوطنيه مثلا لنقل المسافرين كمؤسسه عندها تاريخ، هي من قبل باش نكونوا على بالنا وباش المواطن والمشاهد الكريم يكون على باله. المؤسسه الوطنيه هي وليده المؤسسه الوطنيه لنقل المسافرين اس ان تي في زمان، يعني المؤسسه ماهيش جديده ولكن جدت مع الوقت، وين نشوفوا حتى ولات تستعمل تكنولوجيا عاليه، ربما كاين بعض يعني التطور في التكوين، التطور حتى في النظر للاشياء، النظر للامور الاستراتيجيه التي تبنتها في السنوات الاخيره، ربما خلتها حتى ما كيفاش يقولوا ما توقعش يعني في نفس الكارثه هذه، يعني تتسبب في حوادث المرور. يعني هذه الحوادث للاسف اللي راهي حصدت الكثير من الارواح. صحيح. وكاين حتى ناس، ذكرنا في بين، كاين حتى ناس اللي اصيبوا باعاقات. صحيح. اعاقات مستديمه للاسف الشديد. هذه الحوادث عندها اسباب. هذه الاسباب اللي يحاول تتوخاها المؤسسه هذه، المعروف عنها انها عمرها ما دارت حوادث. طيب، المؤسسه من خلال هذه الحمله راح تحط نفسها محل الضحيه كحافلات تقوم بنقل ركاب المسافرين، ام حتى هي قادره وين تكون سبب من اسباب حوادث المرور بسبب ربما السرعه المفرطه اللي صرنا نشوفوا كثير من سائقي الحافلات الخاصين بالمسافات الطويله يتهوروا من خلالها؟ اخي لطفي، الاسباب تعددت لكن المتهم الرئيسي نلقاوه السرعة الفائقة. نلقاو المتهم الرئيسي أيضا ثانيك من بين المتهمين الرئيسيين هما العنصر البشري. والعنصر البشري كي نقول لك العنصر البشري، ربما هو اللي يقتني الحافلة اللي ما فيهاش المعايير المعمول بها في مثل خاصة بالسلامة والأمن. متخصصة بالسلامة والأمن. ما فيهاش حتى التهور تاع السائق، دائما يبقى العنصر البشري. حتى في بعض الاحيان نلقاو، حنا درت استطلاع ودرت حتى ريبورتاج من قبل لصالح المؤسسه، وين مشيت ما بين واتسوف والجزائر العاصمه، تنقلت مع ناس، وين لاحظت بان كاين كي نقول لك العنصر البشري، كاين حتى الزبون يطلب مثلا من السائق باش يزيد في السرعه، يقول لك رانا رايحين بعيد. مثلا كيما الحافلات تاع التي في سي، حفلة مغلوقة في 100 كيلو، يعني ما يقدرش حتى ولو علاش احنا اقتنينا هذه الحافلات اللي هي الحافلات الذكية. الحافلات هذه يعني حتى ولو تجرأ السائق يحب يزيد في السرعة، أولا من العاصمة حتى ويكون في 8 راسات يغلقوا له، يحبس الموتور أوتوماتيكيا، يعني زر. واش قلت لك؟ قلت لك احنا نستعملوا في تكنولوجيا عاليه حتى في لا جيو لوكاليزاسيون، يعني يعرف وين راح. وكامل الحافلات الخاصه بالمسافات الطويله والتابعه للمؤسسه العموميه الاقتصاديه لنقل المسافرين، كل الحافلات يعني يقدر يحبس الموتور، ما يغلق الموتور من الجي، يغلق الموتور حتى ولو كان في 8 راسط. هذه وحده. ثانيا يحاسب حتى في بعض الاحيان، يعني احنا كاين تعليمات يعني من وزاره النقل، رانا نحاولوا باش نطبقوها حرفيا يعني في مستوى المؤسسه، حتى ولو يعني مثلا كي يدخل العاصمه ويشوفوا باللي راهو ارتكب يعني خطا من الخطايا ولا، تلقاه يروح لعند يجوز عند الانضباط ويوصل في بعض الاحيان حتى للفصل، يقول لك ارواح المسافرين راهي امانه في عنق وامانه في عنق المؤسسه كامل. طيب، خلينا نرجع للحدث اللي راح يكون غدا بحول الله، راح تكون فيه انطلاق لحمله، حمله تحسيسيه توعويه في اطار حملات رمي التقليص من حده الحوادث التي تسبب فيها حافلات نقل المسافرين لا سيما عبر الخطوط الطويله. اذا انتم راكم خصصتوا هنا وقلتوا انه حافلات نقل المسافرين تكون هي السبب فيها. إذا التحسيس والتوعية راح تخصوا به سائقي الحافلات التابعة لمؤسستكم، ولا يمكن للجميع أن يستفيد من خلال هذا التحسيس والتوعية؟
هو الحملة اللي راح تنطلق بإذن الله غدا ثلاثاء في حدود الساعة الثانية انطلاقا من المقر الاجتماعي بالمنطقة الصناعية بواد السمار، راح يستفيد منها الزبون المسافر، راح يستفيد منها السائق سواء كان في المؤسسة العمومية أو المؤسسة الخاصة، راح يستفيد منها ثاني القابض، راح يستفيد منها يعني كل الفاعلين في القطاع تاع النقل، وحتى المستفيدين من قطاع النقل راحين يستفيدوا، حتى يستفيدوا من إرشادات المؤسسة وخبرتها يعني في المجال وفي الميدان هذا، كما ذلك ما حين يستفادوا حتى من ارشادات الجهات الامنيه كالدارك او الامن الوطني. اذا الدارك والامن الوطني راح يكونوا شركاء، راح يكونوا شركاء في هذه الحمله، راح يكونوا شركاء في الحمله هذه. حمله هي قافله ستنطلق من المديريه العامه؟ هي القافله هذه قافله الحافلات الذكيه، إيه؟ سمارت بيوس. واش راح يكون فيها الحافله الذكيه هذه؟ راح يكون فيها ديزافيش، راح نمدوا فيها مام حتى مطويات، راح يكون فيها اخذ وارد مع الزبائن، راح تنطلق قافله من المنطقه الصناعيه من المقر الاجتماعي من المنطقه الصناعيه لواد سمار تتجه نحو خروبه، ومن بعد كل حافله تاخذ الاتجاه تاعها والولايه اللي تروح. حنا نديروا خطوط طويله يعني اوتوماتيكيا، رايحه كاين اللي يروحوا للشرق للغرب والجنوب. وكل حافله راح تكمل في الحمله التحسيسيه؟ كل حافله راح تكمل اللي معها. حتى الحمله راح مستمرة يعني. اها، واخترتوا مدة محددة لهذا الحملة ولا يوم واحد؟ لا راح تستمر يعني، احنا حتى ولو نضطر نعاودوها. لأن هذه الحملة هذه راح نحميو بها إن شاء الله، يعني نحاولوا أولا كما قلت لك التقليص من حدة الحوادث هذه، ما نقدروش يعني هذه مكتوب تاع ربي يعني سبحانه، ما نقدروش نقولوا خلاص رانا ولا نلحقوا، ماذا بنا احنا نقلصوا، كل ما نقلصوا من الحده تاعها كل ما احنا رانا مستفيدين والشعب الجزائري مستفيد، وان شاء الله كل قطاعات خاص او عام ان شاء الله. المطويات هذه واش فيها؟ مطويات شعارات تحسيسيه توعويه، كافه لارهاب الطرقات يعني كافه لهذا. هي مبادره اولى من نوعها ولا سبقتها مبادرات اخرى؟ هذه المبادره الاولى كانت فيه مبادرات هكذا يعني بيانات، لكن على ارض الواقع يعني كاين كما حنا نقولوا لا براتيك التطبيق رانا نطبقوا فيها على. اذا راح تكون الاخيره اكيد، وكل اللي راح يكونوا متواجدين بمحطه نقل المسافرين الخروبه راح يشوفوا كل الحافلات الذكيه اللي راح تكون متواجده بالمحطه. شحال عدد الحافلات؟ عدد الحافلات هو فوق ال 100، لكن اكثر من 100، لكن القافله يعني ما مش راح نخرجوا في 100، راح ندير لومبوتياج وكل واحد يدير زحمه، وبعد السيلوت في ربما يجي من الجهه الشرقيه ما يلحقش للاستوديو بكري.